أهلا بكم قدام الرب كلنا في حضرته. أصلي كل حد فينا النهاردة يشوف مجده باسم الرب يسوع بدون أي إعاقة في اسم المسيح. مكتوب طلبناه فأراحنا من كل جهة. في ناس كتير تعبانة من جهات مختلفة، بس إحنا في وسطينا مريح التعابة. اللي أيا كانت الجهة المتعبة بالنسبة لي وبالنسبة لك وبالنسبة لك، الرب من كل جهة يقدر النهاردة يدي راحة في اسم الرب يسوع المسيح. قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يقول كده داود في مزمور 34، طلبت إلى الرب فعمل إيه؟ فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. يقول كده الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالبوا الرب. حد هنا طالب للرب؟ تعالوا كلنا بنفس واحدة نطلب وجهه ونقول له طالبينك في هذه الليلة. تعال نقول له النهاردة أنا طلب إن أشوفك، أنا طلب إن أتقابل معاك. حط إيدك علينا يا رب، أنت شاف القلوب، أنت شاف النفس، أنت تصنع يا رب في وسطينا عجبا، تتورينا مجدك في هذه الليلة. حط إيدك علي وعلى أخواتي، كل شعبك الماسل أمامك. بسمع صلاتي اقبل واستجيب، تعال وزر حياتي املاها لهيب. يا رب اسمع صلاتي، تعال نقول له كلنا اقبل واستجيب، تعال وزر حياتي املاها لهيب. أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى آخر باب اتسد هلمس ابتسامك. أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى آخر باب اتسد هلمس ابتسامك. أنا هلمس هدب صوبك. أنت شافي نفسي، أنت شافي جسدي، أنت شافي نفسي يسوع، أنت شافي جسدي، أنت طبيبي، أنت إله عظيم، أنت إلهي معك، مفيش مستحيل تحيني من شاور علي. أنت عظيم، أنت إله عظيم، أنت إلهي معك، مفيش مستحيل تحيني من مماتي. أنت إلهي، أنت إلهي، أنت يسوع الفادي، أنت واهب الحياة، أنت ليا، أنت واهب الحياة، أنت ليا طوق نجاة، وفي إيدك ظروفي، وفي إيدك ظروفي. أنت بتدي سلام، أنت فيك الأمان، أنت بتدي سلام، أنت فيك الأمان، أنت محي خوفي، أنت محي خوفي. أنا بس محتاج صوتك، أنا هدفي. كم حد محتاج صوت الرب يقول له أنا بس محتاج لصوتك، أنا هدفي رضاك وخوفك. أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى آخر باب اتسد هلمس. تعال قول له طلبنا كلنا. أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك،
وحتى آخر باب اتسد هلمس هد بصوبة، أنا هلمس هد بصوبة. شاور عليه قوله أنت إله عظيم، معاك ما فيش مستحيل يا رب. تعظيم في رحمتك، عظيم في نعمتك، عظيم في قدرتك، عظيم جدا جدا يا رب. ليس لعظمتك استقصاء. سأزنكم تعالوا نقف قدام الرب نقول له انت عظيم، انت عظيم. النهارده جاي يا رب بمخاوف، محتاج لصوتك، انا هدفي رضاك وخوفك. انت عظيم 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 يا الله، عظيم 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 يا الله، عظيم شفائك. انت الله اللي انا محتاجه، بجري وبمسك فيك، وانت شوق القلب وتاجه، كنزه في قربه. كم حد يقوله محتاجك؟ انت الله اللي انا محتاجه، بجري وبمسك فيك، وانت شوق القلب وتاجه، كنز قربه إليك. وانت شفاءه وانت علاجه، بستسلم لإيديك. وانت شفاءه وانت علاجه، بستسلم لإيديك. انت الله، انت الله اللي انا محتاجه، بجري وبمسك فيك، وانت شوق القلب وتاجه، كنز قربه إليك. وانت شفاءه وانت علاجه، بستسلم لإيديك. وانت شفاءه وانت علاجه، عارف اني بدونك اكون، عارف اني بدونك اكون اشف وسط الريح، وان بدونك سهل اخون وابقى حزين وجاري. قول رب معايا، عارف اني بدونك اكون اشف وسط الريح، واني بدونك سهل اخون، عارف ان انا قوتي فيك وبمعرفتي بالمكتوب، عارف ان انا غالي عليك حتى في ضعفي، عارف ان انا قوتي فيك ومعرفتي بالمكتوب، عارف ان انا غالي عليك حتى في ضعفي انا محبوب. انت الله اللي انا محتاجه، بجري وبمسك فيه، وانت شوق القلب وتاجه، كنز. كم واحد يقوله معاك؟ انت الله، انت الله اللي انا محتاجه، بجري وبمسك فيه، وانت شوق القلب وتاجه، كنز قربه ايديك. وانت شفاءه وانت علاجه، بستسلم لايديك. وانت شفاءه
وانت علاجه بس تسلم لي ايديه. عارف اني قناء من طين ماله تمن ورخيص، وبمعرفتك صرت سمين صرت عروس لعريس. عارف اني قناء من طين ماله تمن ورخيص، ومعرفتك صرت سمين صرت عروس لعريس. عارف ان اسمك سلطان اقوى من كل الظروف، عارف حبك ليا كمان بيطرد من قول معايا اسمك سلطان. عارف ان اسمك سلطان اقوى من كل الظروف، عارف حبك ليا كمان بيطرد من قلب الخوف. انت الله اللي انا محتاجه بجري وبمسك فيه، وانت شوق القلب وتاجه كنزه في قلبه اليك. انت الله اللي انا محتاجه بجري وبمسك فيه، وانت شوق القلب وتاجه كنزه في قلبه. وانت شفاء وانت شفاء وانت علاجه بس تسلم لإيديه. وانت شفاء وانت علاجه بس تسلم لإيديه. عارف انه في انتظارك بتعود فيا الروح، ولما بتبع اثارك اشفى من الجروح. عارف انه في انتظارك بتعود فيا الروح، ولما اتبع اثارك اشفى من الجروح. قول الرب معايا. عارف فساعدني اعيش حقك كامل مش عراف، وازاي منك ما اكتفيش عن ضعفي وشكوى الزاد. عارف فساعدني أعيش حقك كامل مش عراف، وإزاي منك ما اكتفيش عن ضعفي وشكوى الزاد. انت الله اللي انا محتاجه بجري وبمسك، انت شو قلبي الله اللي انا محتاجه بجري وبمسك فيه، وانت شوق القلب وتاجه كنزه في قربه اليك. وانت شفاءه وانت علاجه بس تصدق، انت شفاء قلبي. وانت شفاءه وانت علاجه بس تسلم لي ايديك. عارف اني بدونك قشة في وسط الريح، عارف اني قوتي فيك، عارف انا مين من غيرك، بس كمان عارف انا مين بيك. مرات كتير بنبقى عارفين الاولانيه دي، عارف ان انا قشة في مهب الريح من غيره، بس ناسي في حقيقه مهمه جدا جدا بيعلنها الرب، انه الله معنا. يقول كده حتى أننا نقول واثقين. يعني إيه واثقين؟ على أرض صلبة وإحنا بنقول إن كان الله، قول معنا كان الله معنا فمن علينا. تيجي نقولها مرة كمان ونعلنها، تعالوا كل حتى اللي بيشوفنا تعالوا نقول إن كان الله معي فمن علي. إن كان هو معايا، إن كان هو جنبي، إن كان هو سندي، إن كان هو موجود في الحياة. عشان كده أنا وقتها أقول عارف إن أنا قوتي فيك وبمعرفتي بالمكتوب. هنقوله النهاردة أنا مصدق إنك أنت النهاردة تعلن ذاتك وقدرتك في حياتي، فأشوفك سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت. هنقوله النهاردة إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدو لك.
ألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت. أدعوك تعالى، أدعوك تعالى، ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري. قول رب أدعوك، أدعوك تعالى، ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري. إلهي إلهي أنت، أحمدك أرفعك أجدلك. إلهي أنت أحمدك، أقدم ليه الحمد، أرفعك أجدلك. القلب يغني فأسمع صوتك، قد نادى وأراك الحب، أراك الفرحة. النفس تهيم، النفس تهيم بك شوقا، أنت مناها وحياتي بقربك. مرة كمان، النفس تهيم، النفس تهيم بك شوقا، أنت إلهي أنت أحمدك أرفعك أجدلك. أحمدك إلهي أنت أحمدك أرفعك أجدلك. طعامه حبك في قلبي، مع نبضاتي يسمعني لحنا فيه سلاما. يطعمك يطعمك حبك في قلبي، مع نبضاتي يسمعني رحما فيه سلاما. حياتي قدوس أنت فعلمني، حتى أراك لن يروي عمري ويشبع قلبي. قدوس علمني حتى أراك لن يروي عمري ويشبع قلبي. إلاك إلهي أنت أحمدك أرفعك أجدلك. إلهي أنت أحمدك أرفعك أجدلك. المجد المجد ليك القوة وليك كل السلطان، ياللي برحمك سند جواوي. تعالوا نقدم لجلاله المجد. ليك المجد ليك القوة وليك كل السلطان، ياللي برحمك سند جواوي. وسط الليل وسط الليل الدامس، أي وجودك لامس، تجيب صوتك هامس، أنا جنبك لا تهان. تبعت رحمة وخير يمشوا معايا السير، وجهك لما يسير وسط الليل وسط الليل الدامس، أيوة وجودك لامس، يجيب صوتك أنا جنبك. تبعت رحمة وخير يمشوا معايا السير، وجهك لما يسير ليك المجد ليك المجد ليك القوة ولكل السلطان. وسط حروب وغياب تفتح انت الباب، تبعت لي وتكفي وتكفي وتقول رغم المستحيل، تيجي تيجي باستجابات وتعدي الازمات. اصلا غير وسط حروب وسط حروب وغياب تفتح انت الباب،
تبعت لي يا غراب رغم المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي الأزمات أصلك غير محدود ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان اللي دفعت حسابي كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت انا مديون لجراحك جلداتك وصياحك جيت واديتني صباحك تعالوا نعلن الدم على حياتنا وبيوتنا دمك على عتابي ياللي دفعت حسابي كان حقي وعقابي انا مديون لجراحك جلداتك وصياحك جيت وديتني صباحك ودمك غطيت ليك المجد ليك القوة وليك كل السلطان ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان ياللي مرحبك سندت جوه وسط حروب وسط حروب وغياب تفتح انت الباب تبعت لي اعلن ايمانك قولها رغم المستحيل رغم المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي الازمات اصلك غير محدود وسط حروب وغياب تفتح انت الباب تبعت لي يا رغم المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي الازمات كل السلطان ياللي برحمك سند القوة مباركك ليك المجد ليك المجد ليك القوة ياللي برحمك سند القوة وديتني تسبيح للرب تسبح للرب يعلى وتعلى معاه الفرحة قلبي هيغني للقاضي بإيمان هشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة غني يا نفسي للقاء اعلن ايمانك فيه بعلن ايماني شايف الهي للسلطان للسلطان ومن امامي ينقل جبالي بالايمان بالايمان انا هفرح واهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك انا هفرح واهتف مجدا ليك يسوع ملك واحد على كل حياتي قلبي هيغني للمسيح وبصوت الحمد رح اشهد له تسكن صلاتي غني يا نفسي للمسيح عمري وحياتي كل اهدافي للمسيح للمسيح واليوم ما جيه هستنى اشوفه في الامجاد في الامجاد وانا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك انا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك ها هللويا ها هللويا ها هللويا هللويا تفضلوا استريحوا مبارك اسم الرب فرعون قال هم مرتبكون في خروج 14 قد استغلق عليهم او استغلق عليهم القفر عايز يقول اتقفلت في وشهم وانا قائد عسكري ناجح عرفت احطهم في مواجهه النهايه بتاعتهم انا كده هروح هتبع هأدرك قال كده تمتلئ منهم نفسي وهقسم غنيمة ورتب نفسه وجهز كل حاجة
وكأنه بيقول أنا كده خلصت عليهم. الشعب شايف قدامه، كان إيه اللي قدامه؟ بحر. وإيه اللي وراهم؟ فرعون. كنا بنقول وسط حروب غياب تفتح أنت رغم المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي. إيه رأيكم في الأزمة اللي اتحط فيها الشعب؟ سهلة؟ تقفلة من كل النواحي. وأحياناً بيوصل معانا الحال بكده، تشعر إن المشكلة وصلت للآخر، تشعر إن نفسيتك جبت آخرك، تشعر إن ملهاش حل. بس تستغرب إنه الرب في وسط الأزمات دي يعلن قدرته ومش يوجد ليها حل، لكن يعرف يوجد ليها حلول. كم حد مصدق في كده؟ مش يوجد ليها مخرج، قال كده الله لي إله خلاص وعنده الرب السيد للموت. قول معاه مخارج. مش عنده حلول، مش عنده حل لكن عنده حلول، مش عنده مخرج لكن عنده مخارج. إلهي بيقدر وبيعمل معجزات. وإن هاجت علي الريح هو اللي يهديها، مرة يهديها ومرة يمشيني عليها، أيهما أفضل؟ اختار أنت. بس ما تقدرش تحدد له الاتنين، ما فيش أحسن من كده، أن يبقى معايا في الريح ويهديها. يقول كده فدخل السفينة فسكنت الريح وصار هدوءا عظيما. أصار للنهاردة لو أنت بتواجه ريح شديدة، يقدر النهاردة بكلمة يقول لها اسكت ابكم، يقول فصار هدوءا، أو يمشيك عليها النهاردة باسم يسوع المسيح. تيجي نقول مع بعض يسوع إلهي بيقدر. حد إلهه هنا بيقدر؟ ليه المجد. تعال نقول له كلنا وبيعمل معجزات. ولا عنده حاجة صعبة، ولا عنده مستحيلات. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة ولا عنده مستحيلات. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة. تعالوا نعلن إيماننا في يسوع، تعالوا نقولها تاني. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة. لما اطلب يسوع القاه دايما مني قريب، في جراحي داوي ودواء مش ممكن يخيب. لما اطلب يسوع القاه دايما مني قريب، في جراحي داوي ودواء مش ممكن يخيب. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة. تعال قولها كلنا، إلهي بيقدر. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة. هو وعدني وقال ادعوني حتى في يوم الدين، بانقذك وانت تمجدني واكون لك رفيق. هو وعدني وقال ادعوني حتى في يوم الدين، بانقذك وانت تمجدني. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة. كل واحد يشهد عن إلهه. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة ولا عنده مستحيلات. وإن هاجت علي الريح هو اللي هديها، يحفظني ويقود سفينتي وعلى البر رسيها. وإن هاجت علي الريح هو اللي هديها، على البر رسيها. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة. تعالوا نشهد عنه. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة. يسوع إلهي بيقدر
وبيعمل معجزات. قولها معاك. ولا عنده حاجة صعبة مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعية، صوته يزلزل قلب الموت ويصحي إيمان. كم واحد مصدق صوت الرب النهارده؟ مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعية، صوته يزلزل قلب الموت ويصحي إيماني. شاور على إلهك. هو ده إلهي القدير اللي وعد قدامي سير، هو ده إلهي القدير اللي وعد قدامي سير. إلهي مفيش عنده محال ويغير مجرى الأحوال، يؤمر واللي بيؤمر بيه لازم يتحقق. كم واحد يشاور عليه ويقول له إلهي؟ إلهي مفيش عنده محال ويغير مجرى الأحوال، يؤمر واللي يؤمر بيه لازم يتحقق في الحال. هو ده إلهي القدير اللي وعد قدامي سير، هو ده اللي وعد اللي وعد قدامي سير. واللي اليأس بيملك قلبه واستسلم لمرض، يسوع إلهي. يسوع إلهي نور دربه يرجع أمله للأصدق، واللي اليأس بيملك قلبه واستسلم لمرض أو ضيق، يسوع إلهي ينور دربه يرجع أمله. قول معايا. هو ده إلهي. هو ده إلهي القدير اللي وعد وديه المجد وحده، هو ده إلهي القدير اللي وعد قدامي سير. قال لإبرام كده، أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. قال كده من أصوات مياه كثيرة، مزمور 93 يقول كده، ومن غمار أمواج البحر الرب في العلا. قول مع الرب في العلا، مش بس قدير لكنه أقدر. عشان كده النهاردة لو أنت شاعر أنه في موقف لا تحسد عليه، بدأنا وإحنا بنقول طلبناه فعمل إيه؟ فأراحنا من كل جهة، أيا كان مصدر التعب وأيا كان حجم التعب. فالرب إلهك لما تطلبه بكل القلب يقول كده، تطلبونني إيه النتيجة؟ فتجدونني. السبب استطلبونني بكل قلوبكم. نصلي النهاردة نكون جايين بهذا التوجه، إحنا عايزين الرب. إحنا احتياجنا الحقيقي مش لأشخاص ولا لأشياء، لكن احتياجنا الحقيقي للرب إلهنا بذاته. عشان كده أقول له النهاردة، أنت طلبي، أنت احتياجي، أنا جاي ومصدق أنك أنت تقدر تصنع في وقت عجزي معجزة. في وقت العجز بتاعنا الرب يعلن قدرته ويعمل معجزة. النهاردة زي ما كنا بنقول له بيقدر وبيعمل معجزات، قولها النهاردة واعلن إيمانك أن إلهي قادر، إلهي مفيش زيه. تعال نقول له كلنا، يلي بترفع عبدك بإيدك، اللي في ظلك واللي في سترك، حد هنا ساكن في ستر العلي في ظل القدير؟ كم واحد يقول له النهاردة، أقول للرب، قول معايا زي ما قال كده كاتب المزمور، أقول للرب ملجأي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد، من الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته ترس ومجن. قلوا لا تخشى من خوف الليل،
حد هنا جاي بمخاوف؟ قول له النهاردة جاي بمخاوف دي وبرمي نفسي عليك ومصدق فيك، أنت الأعظم وأنت الأكبر مهما تكون أحداث. كلمتك أنت ثابتة، كلمتك أنت باقية قدام كل الكلام اللي بيتقال. أنا مصدق في أن الرب لما يقول يكون ولما يؤمر يصير. تعال نقول له كلنا مصدقين فيه. ياللي بترفع عبدك بيدك المليانة أحسان، ياللي بتتقدم خطواته تحمي من الشيطان. أنا جايلك وأنا بطرح نفسي يا سنيد التعبان. ياللي بترفع عبدك بيدك المليانة أحسان، ياللي بتتقدم خطواته تحمي من الشيطان. أنا جايلك وأنا بطرح نفسي يا سنيد التعبان. يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك، يا غني في النعم مفيش ده مفيش تاني مثيلك. يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك، يا غني في النعم ده مفيش تاني. شاور عليه انت الاعظم وانت الاكبر مهما تكون احداث. كلمتك انت الثابتة البقية قدام قول الناس. واللي هيحصل بكرة وبعده ما شفتك قول رب معاي. انت الاعظم وانت الاكبر مهما تكون احداث. كلمتك انت ثابتة وبقية قدام قول الناس. واللي هيحصل بكرة وبعده ما شفتك فوق الراس. يا حبيب قلبي كل القلب مجيلة، يا غني في النعمة ساكن فيه. قول له اللي في ظلك واللي في سترك ده ما يتخافش عليه. برقى وحتى تنوق سود بنفسك هتعدي، وهتصنع في حياته عجايب وإيدك بتعلي. اللي في ظلك واللي في سترك ده ما يتخافش عليه. برقى وحتى تنوق سود بنفسك هتعدي، وهتصنع في حياته عجايب. مرة كمان قول معاك اللي في ظلك. يا طاغي وإيدك بتعلي. يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك، يا غني في النعمة دم. يا حبيبي يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك، يا غني في النعمة دم. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك، يا غني في النعمة. بغني بغني بين الناس انا ليا اله عظيم. بغني بين الناس تعالوا نقف نعظمه كلنا ونكرمه. انا ليا اله عظيم وبغني بين الناس. انا ليا اله عظيم سامحني رغم اني عوقت المستقيم. ما حصك ذنوبي سامحني رغم اني عوقت المستقيم. ما حصك ذنوبي واحد دي اله عظيم. بغني بين الناس بغني بين الناس انا ليا اله عظيم وبغني بين الناس. انقذني من الهموم الى حفرات الجحيم، وجدت انا فدية في دمه الكريم. وبغني بين الناس اترائف عليا إله الرحيم، وعلى الركبتين
حملني كالفقير اترائف عليا إلهي الرحيم على الركبتين حملني كالفقير وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس من حوله أغاني تسبيح السرافيم لكن سامع مني ومنكم الصلاة والترنيم من حوله أغاني تسبيح السرافيم لكن سامع منا الصلاة والترنيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم مبارك اسمه من حوله أغاني وتسبيح صرافيم لكن سامع أصواتنا المجد والغنى والعظمة خلينا وإحنا بنختم تسبيحنا نكرم الرب بتقديم عطايانا وإحنا بنقول له النهاردة ليك المجد والكرامة والغنى والعظمة لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور ملا عيني جماله وبهاؤه هنقول له النهاردة العدو قد تم خرابه وبيته مكتوب فتحت جوه في قلبي عيون النور ملا عيني جماله وبهاءه اللي كان مسطور لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور ملا عيني جماله وبهاءه وسمعت قلبي لما لساني ما قالش كلام وبعدها انفتحت في كل كياني ودا المجد والغنى والعظمة حوالين الكرسي وتيجان عظمة مطروحة عندي قدمي والكل مجد الرب قول له والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس الحمد الراعي اللي ناقشنا على كف ايديه العدو قد تم خرابه وبيته مهدود الجالس فوق عرشه جعل له حدود العدو قد تم خرابه وبيته مهدود والرب الجالس فوق عرشه جعل شاور على نفسك واعلن ايمانك ان يديك قوه وعديم القوه بقى قادر بالصليب يسوع يعمل أعمال سيده الغالي ويعد سدود المجد والغنى والعظمة حوالي الكرسي وتيجان
الراعي اللي ناقشنا على كف ايديه، وملايكة له ربوات واقفة ترفع تسبيح، شاروبيم سرافيم بجناحها ستة تتف مع الملايكة، تعال نقدم ليه كل التسبيح، وملايكة له ربوات واقفة ترفع تسبيح، كاروبيم سرافيم بجناحها ستة تتف بمدينة، قدوس قدوس رب الصباؤوت ملك الملوك، السماء والأرض بتعظم دم الذبيح، المجد والغنى والعظمة حوالين كرسي، وتجان عظماء مطروحة عند قدمي، كل شعب يهتف ويعظم والكل بيهتف ويسبح ويقول الحمد، الراعي اللي ناقشنا على كف ايديه. امين امين ليك المجد. اشكر رب من اجل وقت التسبيح، ربنا يبارك اخويا عماد والمسبحين والعازفين، وقت تسبيح مميز جدا وعديم القوه بقى قادر بصليب يسوع، مبارك اسمه إلى الأبد. الإله الحي القدير اللي احنا بنعبده موجود في وسطينا. المزمور اللي أخوي عماد تطرق إليه مزمور 91 في التعليقات، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجأي وحصني إلهي فأتكل عليه. ذكر حاجات كتيرة، لكن في عدد 9 يقول لأنك قلت أنت يا رب ملجأي جعلت العلي مسكنك، في عدد 2 بيقول له أقول للرب ملجأي وحصني فأتكل إلهي فأتكل عليه، قال له لأنك قلت أنا هنجيك من كل الكوارث. زي ما أخوي عماد كان بيقول ظروف صعبة، الظروف صعبة، ظروف طاحنة، أمور صعبة جدا، صعب ذكرها، لكن الرب في العلا أقدر، الرب موجود. أول ترنيمة لو تفتكروا بدأ بيها أخوي عماد، أنا بس محتاج لصوتك. لو إحنا من كل القلب قلنا للرب أنا محتاج لصوتك، أنا هدفي رضاك وخوفك، زي ما قال كاتب المزمور أقول للرب، قال له لأنك قلت. لو أنت جاي أو أنت جاي أو أنا جاي محتاج لصوت الرب ومحتاج وطلبته بكل قلبي، الرب موجود، أكيد هيكلمنا، أكيد هيدينا أكتر جدا مما نطلب أو نفتكر. خلينا نسكن قلوبنا ونطلب بركة خاصة للكلمة، نشكر الرب على وقت العبادة والتسبيح، وزي ما كنا بنقول نعلن احتياجنا لشخص الرب لكل المجد. أنا بس محتاج لصوتك، خلينا نقول يا رب كلمنا، جايين يا رب منتظرين كلمة من شخصك. يا رب ما تسمحش حد موجود يخرج زي ما دخل، لكن الكل يتلامس مع شخصك، كلمتك تصل إلى كل قلب وتغير كل قلب، تسند كل ضعيف وتحرر وتفك قيود. يا رب منتظرينك بكلمة خاصة. شكرا ليك من أجل وقت العبادة والتسبيح، منتظرينك في الكلمة وابنك خادمك أخويا الأخ عياد، يا رب منتظرين تأييده بقوة خاصة، قوة في الروح والجسد. يا رب وصل الحق اللي على قلبك توصله لكل حد فينا والإخوات اللي بيشوفونا على شاشات الكرمة. يا رب كلنا بنعلن حاجتنا لشخصك، فأحب الشعب
جميع قديسيك في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك. افتح فمك وكلمنا، عالج نفوسنا من خلال الكلمة. يا رب عايزين نخرج ونقول حقا قد رأينا الرب، احنا فاتحين قلوبنا. انت نور أذهاننا بالروح القدس وجدد أذهاننا عشان نشوفك بصورة واضحة ونسمع صوتك. في اسم المسيح ولكل المجد، أمين. اجتماعاتنا الحد والثلاث والخميس زي ما حضراتكم عارفين، الثلاث والخميس الساعة 7 ويوم الحد الساعة 7:30. يوم الجمعة الساعة 11:30 ابتداء مدارس أحد وإعدادي واجتماع الأسرة واجتماع سنوي، وبالليل اجتماع جامعة وخريجين. يوم الاثنين الصبح الساعة 10 اجتماع الحكمة، ويوم الأربع الساعة 6 اجتماع السيدات. أنا مبسوط جدا أن أقدم خادم غالي. أنا بس لو ذكرت برنامج واحد وقلت كل الكتاب، حضراتكم اللي بتفرج على برنامج كل الكتاب يعرف خادم الرب الغالي الأخ عياد ظريف. وأنا عندي إيمان وبصدق أنه مفيش حد يتفرج على برنامج كل الكتاب إلا والرب لمسه وغيره، لأنه الكلمة تنجح فيما أرسلها الرب إليه. بنرحب بيك خادم الرب، تفضل. مبسوطين تكون معنا الليلة دي. الخميس اللي جاي ليلة الصلاة من الساعة 11 للساعة 6 الصبح، الخميس اللي جاي. مساء الخير، سعيد جدا أكون معاكم، وأثق أن الرب إلهنا الحبيب الغالي اللي حبينا ومات لأجلنا على الصليب واللي قام منتصرا وهو الآن جالس عن يمين العظمة ظاهرا أمام وجه الله لأجلنا، مشغول بينا، بيهتم بينا، بيعمل كل ما يلزم لإسعادنا وحمايتنا وتدفئتنا وتشجيعنا. فنحن أعضاء جسمه، نحن أعضاء جسده، ورأس الجسد يقول عنه الكتاب ليس أحد يبغض جسده بل يقوته ويربيه. وأنا أثق أن الرب لي كل المجد عنده رسائل تشجيع للكثيرين، وعنده رسائل تحريض للكثيرين، لكن أيضا عنده رسائل دعوة للخلاص للكثيرين. فكلمته لا ترجع إليه فارغة، أمين. إن كان الرب هيتكلم لقلوبنا فخلوا كل واحد فينا يهيئ قلبه لاستقبال الكلمة، تحرث أراضي القلب لكي ما تسقط الكلمة على أرض جيدة. اسمحوا لي أرى جزء من كلمة الله من سفر الخروج أصحاح 15. خروج 15، حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا أرنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه، مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر فغرق أفضل جنوده المركبية في بحر سوف، تغطيهم اللجج قد هبطوا في الأعماق كحجر، يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك، ترسل سخطك فيأكلهم كالقش، وبريح أنفك تراكمت المياه، انتصبت المجاري كرابية، تجمدت اللجج في قلب البحر، قال العدو أتبعوا أدركوا أقسموا غنيمة، تمتلئ منهم نفسي أجرد سيفي
تفنيهم يدي. مين قال كده؟ العدو يقول اللي يقوله، لكن الله نفخت بريحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامرة. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطين. حينئذ يندهش أمراء أدوم، أقوياء مؤاب تأخذهم الركفة، يذوب جميع سكان كنعان. تقع عليهم الهيبة والرعب، بعظمة ذراعك يصمتون، كالحجر حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي يعبر الشعب الذي اقتنيته. تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك المقدس، الذي هيأته يداك يا رب. الرب يملك إلى الدهر والأبد. آمين. تفضل. من أروع ترنيمات الكتاب المقدس التي تشهد عن عظمة إلهنا وعظمة خلاص إلهنا وقدرة يده عندما يمد اليد لكي ما يخلص. من أروع كلمات الكتاب المقدس وترنيمات الكتاب المقدس التي رسخت المعنى لقول أن الله إلهنا هو إله خلاص، وعند السيد الرب للموت مخارج. زي ما كنا بنسمع في التعليق قبل الخدمة، عندما كان هذا الشعب على مشارف بحر صوف، عندما كان يطارده العدو، وكانت كل خطط العدو أن تقضي على هذا الشعب، كان عنده كل الثقة في قدرته العسكرية أنه يخلص الليلة ديت ويخلص عليهم ويرجع بالغنيمة. لكن السماء تدخلت، وعندما تتدخل السماء لصالح مساكين الأرض، أوعوا من سكة إله السماء لما يتدخل لصالح مساكين الأرض. في مراحل كثيرة في الكتاب تسجل لنا أوقات تدخلت فيها السماء، تدخلت لصالح مساكين الأرض، والذين تدخلت السماء لصالحهم لم يكونوا في أي قدر في موازين البشر. لما نيجي نسأل عن العبرانيين في أرض مصر، قل لي فرعون بيبص ليهم إزاي؟ بيقدرهم إزاي؟ بيوزنهم إزاي؟ هم عنده شوية خدمين، شوية رعاع، شوية ناس مساكين من حقه يخلص عليهم، ومن حقه يستعبدهم، ومن حقه يكتر عليهم شغل السخرة والعبودية، من حقه ينهي عليهم. ده موازين البشر تجاه شعب الله في أرض مصر. قولوا لي كيف كان يزن واحد زي هامان مردخاي المسكين، مردخاي الجالس في باب الملك، بيوزنه ازاي؟ مالوش اي وزن عنده. مش بس مردخاي، كل شعب اليهود اللي هو شعب مردخاي مالوش اي وزن في موازين هامان. لكن هؤلاء المساكين الذين لا وزن لهم في موازين البشر هم موضوع عناية السماء، هم موضوع رعاية السماء، هم موضوع تدخل قوة السماء. فإن قوة السماء وحكمة السماء وعظمة السماء وهيمنة السماء تعمل دائما لصالح مساكين الأرض. مين مساكين الأرض؟ إحنا. إحنا مساكين الأرض، ملناش وزن في ميزان الأرض مصدرة وغير موجود، لكن مساكين الأرض في عين الله. اسمعوا لما الرب يقول ليعقوب: اصرت عزيزا
في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. في يوم الأيام وقف جوليات برضو ماسك ميزان وبدأ يعير شعب الله ويقول لهم أنتم عبيد شاول، وكان مالي إيديه إن هو بعد قليل هيخلص عليهم. وقف يتحدى الكل، إن كان هناك رجل يستطيع أن يخرج لمبارزتي. لكن الفاهم وهو داود اللي كان قاري المشهد مش بنظارة الأرض لكن بنظارة السماء، مش بموازين الأرض لكن بميزان السماء، عارفين يقول له إيه؟ لأنك عيرت صفوف الله الحي. مين صفوف الله الحي؟ العبرانيين المساكين، الجماعة الغلابة دول، في نظر جوليات عبيد شاول، لكن في نظر عين الإيمان اسمهم صفوف الله الحي. أحبائي، إذا فتح المجال لنتكلم عن كم تدخلت السماء لصالح مساكين الأرض، مش بس في تاريخ الكتاب المقدس، مش بس مع أبائنا وأجدادنا، مش بس مع أبطال الكتاب في عهديه القديم والجديد، حتى في العصر الحديث الكام سنة اللي فاتوا، سنوات قليلة ماضية، كيف تدخلت السماء لصالح مساكين الأرض؟ ولا نسيته؟ عندما أراد العدو أن يبتلعنا، عندما وضع الخطط كما وضعها فرعون لما قال أتبع أدرك هناك أقسم غنيمة، ولما كانش حاصل كانت الخطط موضوعة للقضاء على شعب الله، وفي الماضي القريب كانت الخطط موضوعة على القضاء أو للقضاء على المؤمنين في كل مكان. لكن تدخلت السماء، وعندما تدخلت السماء كما حدث مع فرعون وكما حدث مع هامان وكما حدث مع بيلشصر وكما حدث مع كل عدو أراد إذلال شعب الله، تدخلت السماء لصالح مساكين الأرض. أنا ما عنديش وقت أتكلم كيف تدخلت السماء وإزاي الرب نشف البحر، يبس البحر أمام شعبه، لكن أنا مشغول أتكلم بالأكثر على عظمة إلهنا اللي استحق إن موسى والشعب كله يرنم له، عظمة إلهنا إله الخلاص. وأنا مشغول أتكلم في هذه التسبيحة الجميلة في أربع أفكار، لأن التسبيحة ديت أقدر أشوف فيها من عدد 1 لعدد 18 أربع أفكار. الفكرة الأولى من عدد 1 لعدد 5 أقدر أشوف انتصار الله، كيف انتصر الله على أكبر قوة عسكرية في هذا الوقت وهي قوة مصر، فكانت مصر هي القوة العسكرية الفائقة في هذا التاريخ. من 1-5 انتصار الله، ثم من 6-10 أسلحة الله، ما هي الأسلحة التي استخدمها الله للقضاء على فرعون وجنوده؟ طيارات، دبابات، مسيرة، غواصات، هو عمل ايه بالظبط؟ هنشوف عمل ايه بالظبط، ايه الأسلحة التي استخدمها الله. ثم من عدد 11-16 هتكلم عن عظمة الله، كيف تبرهنت عظمة الله في هذا الحدث، انتصار الله على فرعون. ثم أخيرا من 16-18 مواعيد الله. كم حاجة دول؟ 4 حاجات. نقول مع بعض، من 1-5 انتصار الله، من 6-10 أسلحة الله، ثم من 11-16 عظمة الله، ومن 16-18 مواعيد الله. أحب أقول إن سفر الخروج يبدأ أول آية فيه في السفر بهذه الكلمة أو هذه العبارة، وهذه أسماء. نقول مع بعض، وهذه أسماء. وبدأ يسرد لنا أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. وبالمناسبة السفر ده في النسخة العبرية ما اسموش الخروج، اسمه وهذه أسماء. فأصفار موسى الخمسة معنونين في النسخة العبرية، كل سفر عنوانه أول كلمة في السفر. فسفر التكوين ما اسموش التكوين، اسمه في بدء،
وسفر الخروج ما اسموش الخروج لكن اسمه وهذه أسماء، سفر اللاويين ودعا وهكذا. فكل سفر من الأسفار الخمسة يبدأ بالكلمة الأولى في السفر، فأول كلمة في السفر هي كلمة وهذه أسماء. هي يهمنا إيه؟ لماذا قصد الروح القدس قبل ما يقول لنا الضيق اللي فيه شعب الله يقول لنا أسماء الأسباط التي سيأتي منها شعب الله؟ كأنه عايز يقول لنا، أفهمها كده، كأنه عايز يقول قبل الضيق ما يجي ربنا محدد الأسماء، وربنا محدد العدد، وربنا عينه على شعب الله، وربنا عينه على المعينين، هيضايقهم فرعون، سيأتي الضيق، ستأتي نيران التجربة، ستأتي سهام العدو، لكن مهما كثرت حروب العدو ومهما اشتدت نيران الضيق على شعب الله، الله من البداية محدد الايه؟ الأسماء. خدوا بالكم، محدد الأسماء. في سفر العدد في تعدادين لشعب الله، تعداد في أول الرحلة وتعداد في آخر الرحلة، وكانوا عايز يقول خدوا بالكم البرية بكل حروبها بكل أعدائها بكل مشاكلها لن تغير في مقاصد الله تجاه المعينين المختارين. مش عارف واصلة ولا لا؟ يا مؤمنين، احنا قبل ما نيجي أصلا للأرض احنا مختارين أزلا. يا مؤمنين، احنا قبل ما نيجي على مسرح الأحداث الله أبونا اختارنا في المسيح قبل الأزمنة الأزلية وأعطانا للمسيح كهدية. والمسيح بيقول في يوحنا 17 كانوا لك وأعطيتهم لي. فالمؤمنين عطية من الآب للابن. قولوا لي بقى، في أي مرحلة الابن سيفشل في حفظه للمختارين؟ حاشا. في أي مرحلة الابن سيفشل في الوصول للمختارين إلى شاطئ الأمان؟ حاشا. لما هندخل الأبدية الرب هيوصلنا سالمين، زي ما استلمنا كلنا من يد الآب هيوصلنا كلنا ويقولها أنا ذا والأولاد الذين أعطيتني. كم واحد منهم ضاع؟ لم يهلك منهم أحد. عشان كده في سفر الخروج قبل ما يقول لنا على فرعون، وقبل ما يقول لنا على ضيقات فرعون، وقبل ما يتكلم عن نيران الاضطهاد، وقبل ما يتكلم عن أي جزئية من جزئيات الذل التي سيجتاز فيها شعب الله، من البداية قال لنا وهذه أسماء بني إسرائيل. معروفين عنده، معروفين عنده. الرب عمل كده مع التلاميذ قبل ما يسيبهم، قال لهم سيكون لكم في العالم ضيق. طب هتسيبنا وتمشي؟ أنا هسيبكم وامشي بس أنا معاكم. طب إذا كان جاي الضيق هتعمل إيه؟ قال ثقوا أنا قد غلبت العالم. الإيمان يجعلنا نرى الله مسيطرا على المشهد. عشان كده أنا عايز أقول مهما كانت حروب العدو ومهما كان ضيق العدو لأولاد الله، القضية محسومة من البداية، لأن المسيح حبيبنا الذي مات لأجلنا وقام هو الآن ظاهر أمام وجه الله لأجلنا. الجزء اللي أنا قريت منه اللي هو خروج 15، الكتاب مسميها تسبحة، والتسبحة دي التسبحة تعظم الله. وناخد بالنا أن الشعب وهو في أرض مصر ما عرفش يرنم إزاي وهو بيتضرب بالكرابيك، يرنم إزاي وهو في معاجن الطين، يرنم إزاي وهو مذلول يوم ورا التاني. متى رنم شعب الله؟ متى رنم؟ بعد عبور البحر الأحمر. يعني العبور أولا ثم الترنيم، العبور أولا ثم التسبيح، العبور أولا ثم العبادة. ده قانون إلهي على فكرة. القانون الإلهي يقول لن تستطيع أن ترنم وأنت في معاجن طين الخطية، لن تستطيع أن تسبح وأنت تحت سيطرة فرعون إبليس، لن تستطيع أن ترنم وأنت في نيران الخطية، لكن سيأتي الترنيم عندما تختبر خلاص الله. وخلاص الله كان ظاهرا في شق البحر الأحمر، وخلاص الله كان ظاهرا بأكثر صورة في صليب المسيح.
فلن يستطع الإنسان البعيد عن الله أن يرنم، ولن يستطع الإنسان البعيد عن الله أن يسبح. يستطيع فقط أن يرنم وأن يسبح عندما يختبر خلاصه، لما يعدي، لما يعبر. الجيش المصري في 73 ما كانش ينفع يرفع العلم ولا يهتف ولا يعلنوا الانتصار غير لما يعملوا ايه؟ يعبروا. عشان كده اسمه عيد الايه؟ عيد العبور. يعبروا من غرب القناة لشرق القناة. وشعب الله ما كانش ينفع يرنم غير لما يعبروا، وانا وانت ما نقدرش نرنم غير لما نعبر عبور البحر الأحمر، أو خلينا أقول نجاتنا من الهلاك. وكيف ننجو من الهلاك إلا عندما نختبر خلاص الله الذي قام به شخص ربنا يسوع المسيح على الصليب. فعبور البحر الأحمر أو شق البحر الأحمر صورة لموت المسيح لأجلنا فوق الصليب، عشان نتنقل من أرض العبودية أرض مصر إلى أرض الحرية، عشان نطلع من تحت سيطرة فرعون، علشان نسلك في مسالك إلى أن نصل إلى الأرض التي عينها الله لشعبه. النقلة دي كانت عايزة إيه؟ عايزة شق البحر الأحمر. هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، كمل معاي، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. خروج شعب الله من أرض مصر كان ليه ميعاد، ما كانش ينفع قبلها. الميعاد ده كان قاله الرب لإبراهيم في خروج في تكوين 15، لما قال له اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون، وبعد 400 سنة هيحصل إيه؟ سيخرجون بأملاك جزيلة. الشعب مذلول والمعاد لسه ما جاش، الشعب مذلول والمعاد لسه ما جاش. استفانوس الفاهم بكلمة الله في أعمال 7 وهو بيسرد تاريخ الشعب يقول ولما كان موعده أو وقت الموعد يقربه، كان المعاد قرب، المعاد قرب، ولما جه المعاد أرسل الرب موسى. فالخلاص ليه إيه؟ معاد. ليه إيه؟ ليه معاد. وخلاصنا من سيطرة الخطية له معاد، يقول عنه غلطي 4:4 ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس. الناموس يعمل إيه؟ ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. الله عنده أجندة يتحرك من خلالها، ومواقيت الله ومواعيد الله لا تخطئ أبدا. عند الحتة دي عايز أشجع كل واحد ربما يمر في ضيق عامل زي ضيق شعب الله في أرض مصر، يمر في مرحلة اضطهاد أو ألم أو عوز أو مرض، وشايف ان ليله طويل. ليله ايه؟ طويل. وخد بالك الليل الطويل ده في ناس عايزاه، بس واضح ان هم مش عارفين يعني ايه الليل الطويل. الناس اللي عايزه تسكر، اللي عايزه تعيش حياتها، عايز الليل يعمل ايه؟ يطول. بس المتضايق يقول له امتى يجي الصبح، الحزين يقول له امتى يجي الصبح، المريض يقول له امتى يجي الصبح، المذلول يقول له امتى يجي الصبح. كل نفس متضايقة تنتظر الصباح. اقول لك لو انت متضايق زي ما كان شعب الله في ارض مصر متضايق، الضيق له نهاية، مفيش ضيق الى الابد، والضيق له نهاية مجيدة ستعظم من خلالها الله اله العظمة. عشان كده الميعاد بتاع خروج شعب الله جه، ولما جه الميعاد شعب الله هيطلع من أرض مصر، وطلع شعب الله من أرض مصر وانتصر الرب على فرعون. حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا، قالوا إيه؟ ورنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وركبه طرحهما في البحر. فاكرين التقسيمة اللي أنا قلتها من عدد 1 لعدد 5 انتصار الله، ومن عدد 6 لعدد 10 أسلحة الله،
ومن عدد 11 ل16 عظمة الله، ومن 16 ل18 مواعيد الله. الجزء الأول انتصار الله، تعالوا شوفوا الانتصار تم إزاي. يقول في الجزء الأول ده من عدد 1 بيقول الرب قوة، أو عدد 2 الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. التسبيحة موجهة للرب مش لحد تاني، مش لموسى، ليس موسى هو المخلص لكن الرب هو المخلص. مع أن موسى قاد الشعب خروجا من أرض مصر، لكن الترنيم والتسبيح والتمجيد يقدم فقط للرب. عشان كده اسم الرب، لقب الرب اتكرر في هذا الأصحاح حوالي 10 مرات. 10 مرات يقول لنا للرب 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 للرب. الترنيم هو للرب، التسبيح هو للرب، موضوع إعجابنا هو الرب، موضوع عبادتنا هو الرب. الرب ده شكله إيه اللي عمل الانتصار ده؟ تعالوا شوفوا بيتكلم عنه إزاي. بيقول الرب قوتي ونشيدي قد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. عدد 3، حد شايف بيقول إيه عدد 3؟ الرب رجل الحرب، الرب اسمه. ايه رجل الحرب دي؟ ايه رجل الحرب دي؟ يعني بيدافع عننا، يعني بيخلص على الاعداء. كلمه رجل الحرب، او زي ما جت في بعض العبارات القريبه من هذه الكلمه، هو رب الجنود، جت في العهد القديم حوالي 285 مره. كم؟ 285 مرة، وجت في العهد الجديد 2 مرات، منهم مرة مشهورة جت في يعقوب 5 بيتكلم على الحصادين اللي اتظلموا، صراخهم صعد إلى أذني رب الجنود. يعني رب الجنود؟ يعني رب القوات، رب الصباؤوت، رب القوات، رب الجنود، رجل الحرب. أي يعني بيعمل، يعني بينتصر على الأعداء. لو نقرأ خلفية هذا المشهد نعرف أن المصريين كانوا غرقانين في عبادة الأوثان، كانوا بيعبدوا أي حاجة ماشية على الأرض، وأي حاجة طايرة في الجو، وأي حاجة بتلمع في السماء. دول المصريين يعبدوا الجعران، يعبدوا التعبان، يعبدوا الضفدعة، يعبدوا الخنفسة، يعبدوا القطة، يعبدوا البقرة، أي حاجة ماشية على الأرض، يعبدوا الشمس، يعبدوا القمر، يعبدوا أي حاجة في السماء. وكانوا موزعين الآلهة تخصصات، ففي إله للزرع، وفي إله للحصاد، وفي إله للنيل، في إله للأرض، في إله للسماء، في إله للظلمة، في إله للنور. موزعينها إيه؟ تخصصات. وكانوا موزعينها أقاليم، يعني الوجه القبلي لإله، والوجه البحري لإله. طب إيه رأيكم، إلهنا ده بتاع قبلي ولا بحري؟ طب إلهنا ده بتاع السماء ولا الأرض؟ طب إلهنا ده بتاع الليل ولا النهار؟ يا جماعة إلهنا بتاع كل حاجة، إلهنا إله السماوات والأرض، إلهنا إله الليل والنهار، إلهنا إله قبلي وبحري، إلهنا إله كل شيء. الرب رجل الإيه؟ رجل الحرب. هو الخالق، نعم، وهو المدافع عن شعبه، نعم. الرب رجل الحرب. لما يقول عنه رجل الحرب يعني يستطيع أن ينجز أعماله العسكرية لصالح شعبه. فاكرين أيام جيش سنحريب لما يبعت ملاك من عنده، ملاك واحد يقتل 185,000 لصالح مين ده؟ لصالح شعبه. فاكرين عندما يتدخل بالنصرة مع يشوع، لما يقولوا أنت لنا أم لأعدائنا، يقولوا أنا رئيس جند الرب. فاكرين لما يتدخل بالنصرة أمام شعبه لكي ما يزعج الأعداء ويريح شعبه؟ الرب رجل الإيه؟ رجل الحرب، نصرة الله. مين كان يقدر ينتصر على قوة مصر العسكرية؟ نجيب له منين قوة عسكرية تضاهي قوة مصر؟ نجيب منين قوة عسكرية ومالية وقت موسى؟
لأن برضو مصر ما كانتش بس عسكرياً، ده كانت إيه؟ مالياً. كانت خزائن مصر مليانة، ولا محدش عنده خبر يقول لك أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلاً بالأحرى أن يزل معه شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية حاسباً عار المسيح غناً أعظم من. يعني خزائن مصر كانت نمرة واحد في الأرض، وجيش مصر كان نمرة واحد في الأرض، وحكمة مصر كانت نمرة واحد في الأرض، لكن تدخل الله لصالح شعبه المسكين الغلبان قدام أقوى جيش في هذا الوقت، وأحكم ناس في هذا الوقت، وأغنى ناس في هذا الوقت. وشعب الله لما طلع من أرض مصر تبرهنت قدرة الله وعدالة الله. عدالة الله طلعت الشعب ده مش فقير، لكن شعب إيه؟ غني. شوفوا لما الرب كان بيقول لأبرام تخرجون بأملاك إيه؟ جزيلة. أملاك جزيلة، جماعة في معجن الطين، جابوه منين؟ اشتغلوا في الخليج وراجعين؟ لا، خليج يا عم. يطلعوا بأملاك جزيلة، سلبوا المصريين، أو الرب اداهم نعمة في عيون المصريين وهم طالعين. اللي كان مظلومين بيه طول السنوات اللي فاتت الرب اداهم حقهم وإيه؟ والفوائد بتاعتهم. كان فرعون ذليلهم وكان واكل حقهم وكان بيشغلهم سخرة، والرب شلهم شلهم شلهم، عملهم جمعية عند فرعون، وجم طالعين خدوا اللي ليهم وكمان بالإيه؟ بالفوائد. خرجوا بأملاك جزيل. أنا مش عارف هل في حد فينا النهاردة شاعر إنه نفس الحال بتاع شعب الله لما كان في أرض مصر، يعني مظلوم حقه متاكل، وكأنه بيقول حقي عند إلهي. طبعا حقك عند إلهك. شو بقى ربنا لما يديلك حقك بالإيه؟ بالفوائد. يخرجوا مثل النور برك وحقاك مثل الظهيرة. انتصار الله، الجزء الأول من عدد واحد لعدد خمسة، انتصار الله. فرعون ما كانش حد يقدر عليه إلا ربنا، وصليب المسيح هو انتصار الله عندما داس ابن الله على رأس الحية، عندما استطاع أن يسحق بصليبه رأس الحية، عندما استطاع على الصليب أن يجرد الرياسات والسلاطين يشهرهم جهاراً ظافراً بهم في الصليب. عشان كده أقدر أقول بملء الفم أنا دلوقتي أفتخر أقول الرب رجل الحرب. الحرب دي مش بتاعتك، الحرب دي مش بتاعتك، الحروب دي مش بتاعتنا، الرب رجل الإيه؟ الحرب. حبيبنا انتصر ومهد لنا طريقا يسمى طريق النصرة، فشكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع في كل حين. يبقى شفنا اسم الرب اللي ذكر أكثر من 10 مرات، وشفنا الرب اسمه رب الجنود. لكن حاجة عجب أنا شايف عدالة الله في الجزء ده، إن اللي زرعه فرعون حصده. كان فرعون يستخدم سلاح الغرق للقضاء على شعب الله. فاكرين؟ فاكرين كل ابن ذكر يحصل له إيه؟ يلقى في النهر، يعني يغرق. بس ربنا قال له ماشي، ازرع زي ما انت عايز، للزرع حصاد، وربنا يمهل ولا يهمل. إن آجلا أم عاجلا يا فرعون، الكأس اللي انت سقيته لشعب الله هيحصل إيه؟ هتشربه. وحصل. طبعا اللي غرق شعب الله هو نفسه. حصل في إيه؟ غاصوا كالرصاص في مياه غامرة. يا أحبائي الكتاب بيقول لنا إعلان واضح وصريح، لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، لأن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. ده قانون إلهي. ومش عارف فيكم اللي بيقرأ التاريخ يشوف إن التاريخ كده في بعض العلامات لأشخاص أذلوا شعب الله وشربوا من نفس الإيه؟ من نفس الكاس. دي عدالة الله. في تسالونيكي الثانية 1 يقول إذ هو عادل عند الله
أن الذين يضايقونكم سيجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتألمون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع المسيح. يبقى ده الجزء الأول اللي أنا شفت فيه انتصار الله. أروح بسرعة للجزء الثاني اللي أشوف فيه أسلحة الله. من عدد 6 لعدد 10 بيقول لنا الله لما انتصر على فرعون استخدم أسلحة. قول لنا إيه الأسلحة اللي أنت استخدمتها؟ ممكن نقرأ مع بعض. عدد 6 بيقول إيه؟ يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو، وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك، ترسل سخطك فيأكلهم كالقش، وبريح أنفك تراكمت المياه. حد لاحظ أي حاجة؟ شفتوا الأسلحة؟ ربنا ما بعتش لا طيارات ولا دبابات ولا صواريخ ولا أي حاجة خالص. ربنا عنده ذراع اسمه ذراع القدرة، اسمها إيه؟ يمينك. وعنده حاجة تاني اسمها ريح أنفك. بالحاجتين دول تدخل الله للقضاء على العدو، وبهتين الوسيلتين يتدخل الله في العصر الحديث للقضاء على أي عدو يقف قدام شعب الله. يمين الرب، يمين الرب. مين يقدر يتصور يمين الله ممكن تعمل إيه؟ أقول لك على حاجة، الكتاب يقول عن إيد الله من قاس السماوات بالشبر، شبره يعمل إيه؟ يقيس السماء قد إيه ده؟ أقول لك على طرف إيد، مش بس الإيد، طرف الإيه؟ الإيد. لما ظهرت على مكلس الحائط في الليلة إياها بتاع بيلشصر الملك وكتبت منى منى ثقيل وفرسين، اللي هي معناها وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، أحصى الله ملكوتك وأنهاه. ده طرف إيد. مجرد ظهور طرف اليد تكتب نهاية مملكة بابل. في تلك الليلة قتل بيلشصر الملك وانتهت مملكة بابل. ده طرف إيد. طرف إيد يكتب يخلي ركب بيلشصر تسيب. طرف إيد تكتب يضع نهاية لمملكة بابل. شبره يقيس السماء. أما زراعه تعمل إيه؟ يمينه تعمل إيه؟ يمينك يا رب معتزة بالقدرة. أنتوا معايا؟ يبقى يمينه تعمل إيه؟ تخلص. أقولك بقى يمينه دي بتعمل إيه معانا كمان؟ يمينه بتحوطنا. عروس النشيد قالت عبارة جميلة، حد فاكرها؟ شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. يمينه اللي قضت على مصر، يمينه اللي قضت على فرعون، طرف يده اللي قضى على مملكة بابل، يمينه العظيمة دي بتعمل ايه؟ بتحوطني. شماله أي محبته، يمينه أي قدرته. شماله تحت رأسي بيطمني، ويمينه إذا كان يمينه القدير ده بيحوطني يعانقني. مين يقدر يتدخل لكي ما يؤذي شعب الله؟ إذا كان يمينه يعانقني، مين ده اللي يقدر يتدخل لكي ما يسلبنا من يده؟ قال خرافي في يدي لن يستطيع أحد أن يخطفها من يدي. أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل. أنا والآب واحد. يمينه يعوزني الوقت. أنت كلمت عن يمينه في الكتاب. يعوزني الوقت، بس أحب أقولك إن شماله تحت راسك ويمينه بيعنقك يعني محبته وقدرته. أو خلينا أقربها شوية، صليبه وقيامته، إذا عايز يعني الدقة يعني. لأن الشمال اللي هو مكان القلب دبان في الصليب. قولوا لي أي مكان ظهر فيه محبة المسيح أكتر من الصليب؟ ابن الله الذي أحبني وعمل إيه؟ وأسلم نفسه. فأقدر أشوف شماله تحت رأسي صليبه، لكن يمينه تعانقني قيامته. قولوا لي أي مكان بانت فيه قوة المسيح زي القيامة. لما شفى المرضى كان قوي،
لما طهر الأبرص كان قوي، لما أقام ابنة يايروس كان قوي، لما أقام لعازر كان قوي، بس لما قوم نفسه هنا بقى قدرة الله العظيمة. شماله صليبه، يمينه قيامته، فصليبه وقيامته لينا. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو. بص لما بيقول في عدد 8 وبريح أنفك تراكمت المياه. عنده يمين قديرة جدا وعنده ريح أنف تعمل إيه؟ تشق البحر. على فكرة في أجزاء كتيرة في الكتاب ربنا استخدم سلاح النفخ، ينفخ بس كده، ولما ينفخ بس كده يعمل إيه؟ يبيد، يبيد. نفخة الرب تعمل إيه؟ تبيدهم. يعني العدو مهما كانت قدرته مش هياخد من الله إلا إيه؟ نفخة، نفخة. عايل هم عمال تحسبها، خايف من بكرة، خايف من الأعداء المحاطين، خايف من المستقبل. يا عم ربنا ده النفخة بتاعته بتعمل إيه؟ بتبيد العدو. بس أطمنك كمان، النفخة بتاعته دي الجميلة كمان بتدي حياة لكل واحد. ما انساش أبدا لما الرب جاب لآدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم. وما انساش أبدا المسيح المقام من الأموات في يوم القيامة لما اجتمع مع التلاميذ ونفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، أعطاهم حياة القيامة لكي ما يسكن فيهم الروح القدس يوم الخمسين. يعني نفخته للمؤمنين حلوة، بس نفخته للأشرار تبيد الأشرار. وبريح أنفك تراكمت المياه، انتصبت المجاري كرابية، تجمدت اللجج في قلب البحر. قال العدو، قال فرعون، قال هامان، قال أي عدو؟ قال العدو. قال إيه العدو؟ أدركوا، أتبعوا، أدركوا، أقسموا غنيمة تمتلئ منهم نفس، أجردوا سيفي تفنيهم. دي خطة العدو، خطة العدو ورسم وقال هعمل إيه، وفي المحصلة في الآخر هرجع بغنائم والمساكين العبرانيين هقضي عليهم. آه العدو يخطط زي ما عايز يخطط. مين تاني كان قاعد يخطط الليل كله؟ فاكرين همان؟ همان رسم الصورة تمام ودخل واخد الورقة بس على الإمضة، ودخل الله شقلب له كل حاجة بيرتب لها. أنا مش عارف مين مضايقك في شغلك، مش عارف مين مضايقك في بيتك، مش عارف أنه مدير حطك في دماغه أو أي زميل حطك في دماغه، أنا مش عارف مين بيهددك أو مين بيهددك، أنا مش عارف. بس أحب أقولك العدو يخطط زي ما هو عايز، السماء ليها إيه؟ ليها كلام تاني. العدو يحط خطة وسيناريو زي ما هو عايز، بس السماء ليها كلام تاني. قال العدو، أتبعوا، أدركوا، أقسموا غنيمة تمتلئ منهم نفسي، أجردوا سيفي تفنيهم يدي. وهو بيعمل كل ده، نفخت بريحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامر. مش عارف أنا إذا حبيت أرسم قدامكم الصورة مش هتيجي أروع ولا أجمل من الصورة الكتابية لكيف قضى الرب على الأعداء. أوقات الولاد الصغيرين في المصايف بيقعدوا على البيتش على الشاطئ ويعملوا بيوت من الرمل ويجيبوا مية ويبني البيت وعملين يحفروا، وهو قاعد يعني عمال يحط خطط. شوية موجة يعملوا إيه؟ تقلب له كل حاجة. العدو قاعد يخطط، قاعد يرتب، بس الله يتدخل فكل خطط العدو تسقط. أما مشيئة الرب ومشورة الرب فهي تثبت. شفنا هنا من عدد 1-5 شفنا إيه؟ انتصار الله. ومن عدد 6-10 شفنا إيه؟ ربنا عنده أسلحة؟ طبعاً ما فيش مجال أتكلم عن باقي الأسلحة. ربنا عنده أسلحة وعنده حجارة وعنده غربان وعنده كل حاجة ماشي، وعنده جراد على فكرة.
ربنا ممكن يبعت الجراد على أمة تأكل الأخضر واليابس، بس هنا يمين الرب وإيه كمان؟ وريح أنفه. لكن بسرعة روح لعظمة الرب في الأعداد من 11 إلى 16. عندما انتصر الرب على العدو تبرهنت عظمته. شوفوا عظمته إيه في الأعداد ديت. بيقول من عدد 11: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ العين تعجب بيك أنت وحدك، لا مثل لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل لأعمالك. الرب لما كان قال لموسى روح قول لفرعون اطلق شعبي، وقص الرب قلب فرعون في عبارة تكررت لو أنتوا قارين سفر الخروج، قال لكي يعرف المصريون إني أنا الرب. حينما أصنع أحكاما بكل آلهة، أصل أتاري المصريين زي ما قلت لكم بيعبدوا آلهة كتير قوي، الرب راح منقي 10 آلهة وراح نزل عليهم 10 ضربات، فبالمناسبة كل ضربة من الضربات العشرة ضد إله من الآلهة العشرة. كل ضربة نزل على إله، كل ضربة نزل على إله، بدءا من النيل اللي كانوا بيعبدوه نزل عليه الضربة، وبعد كل ضربة شعب الله واقف يتفرج ويقول الكلمة دي: لا مثل لك بين الآلهة يا رب ولا مثل. فين علشان ينجي المصريين من يد الله عندما يقضي على أعداء شعبه؟ مين يقدر يقف قدام قضاء الله وهو نازل على أرض مصر علشان ينجي الرب شعب؟ مين يقدر يعمل كده؟ عندما أصنع أحكاما بكل آلهة المصر لكي يعرف المصريون إني أنا، إني أنا الرب. هنا بقى بيقول له إيه؟ بيقول له: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ خلينا أحطهم وراء بعض وأقول: عظمة الله دون عن كل الآلهة، أنه هو الوحيد المعتز في القداسة، المخوف بالتسابيح، الصانع عجائب. معتزا بالقداسة، يعني معتز بالقداسة؟ يعني الله يتزر بثوب القداسة والبهاء، أو الله يظهر كماله وجماله في القداسة. معتز بالقداسة. آلهة المصريين تخيلوا كده، يعني في معبد الكرنك لو في إله عامل له تمثال، واحد رايح يسرق الذهب في المعبد، هل الصنم اللي واقف ده يمنعه؟ هل الصنم اللي واقف ده يقول له يا دي اختشي؟ هل الصنم ده يقدر يحمي نفسه؟ ابدا. طب رايكم في الالهه بتاع لبان؟ ده الهه لبان نفسها عصى الله ايه؟ اتسرقت. في الهه بتتسرق، بس الهنا ما ينفعش لا يتسرق ولا يتغفل ولا تعمل قدامه الشر، لان الهه الناس ممكن يتعمل في وشها الشر، والهه الرومان واليونان في المعابد بتاعتهم كان بيتعمل النجاسة. إلهنا مكتوب عنه معتزا في الإيه؟ في القداسة، يعني ما ينفعش يقبل الشر في محضره، عايز قداسة. وفي القريبين منه يتقدس. لنا إله لا يمكن إلا أن يقبل القداسة، وبيته اسمه بيت القداسة، ببيتك طليق القداسة يا رب. أما بقى الآلهة الوثنية دي يعملوا الشر قدامهم، يسرقوهم، يسرقوا اللي حواليهم، لها أعين ولا ترى، لها أذان ولا تسمع، مثلها يكون صنعوها وكل من يتكل عليها. الله عظيم ولا مثله في القداسة، مخوف بالتسابيح، وصانع عجائب. طب عدد 12 يقول لنا حاجة تاني، بيقول: تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، لا مثل له في قدرته. يبقى عدد 11: لا مثل له في قداسته. عدد 12: لا مثل له في قدرته. عدد 13 يقول: ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسه، لا مثل له في كمال أعماله. ترشد برأفتك الشعب الذي فديته.
فده منين؟ من أرض مصر، عن طريق خروف الفصح وعن طريق شق البحر الأحمر. وسابهم بقى في البرية كل واحد وشطرته، لا عملت معاكم التقيلة والباقي عليكم، لا طلعتكم من أرض مصر من تحت يدي فرعون وكل واحد وشطرته في البرية، أبدا طلعهم من أرض مصر وهيمشي معاهم في البرية. ترشدوا، قولوا معايا الآية كده، ترشدوا برأفتك الشعب الذي فديته، لغاية فين؟ تهديه بقوتك إلى فين؟ مسكن قدسه في الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. يعني من أول الطريق لآخر الطريق المرنم البسيط بيقول يلي بديت الرحلة معايا. هو أنت فاكر أنه يعني هيطلعوا من أرض مصر وكل واحد وشطرته اللي يوصل يوصل؟ لا. هو أنت فاكر أنه هيحرروا من يد فرعون وكل واحد بعد كده وكفاءته اللي يوصل لأرض كنعان يوصل؟ أبدا. الذي خلصهم وفداهم هو الذي يرشدهم ويرعاهم، وهو الذي سيأتي بهم ويغرسهم في جبل قدسي. يعني بداية الرحلة ونهاية الرحلة. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. اوعى تكون فاكر إنه لما خلصك عمل التقيلة خلصك من خطاياك وساب لك السكة تعافر فيها بطريقتك وتجاهد فيها بطريقتك واحتمال توصل أو ما توصلش. ده أنت بعد ما فداك على الصليب وشق البحر الأحمر قدامك هو الآن ظاهر أمام وجه الله لأجلنا، شفيع ورئيس كهنة يمسك بإيدينا لغاية ما يوصلنا سالمين. هيوصلنا سالمين، هيوصلنا سالمين، كلنا هنوصل، ما فيش حد هيضيع في الطريق، ما فيش حد هيفلت من إيده، خدنا من البداية هيوصلنا للنهاية. ترشدوا برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. يبقى شفنا في عدد 11 لا مثل له في قداسته، عدد 12 لا مثل له في قدراته، عدد 13 لا مثل له في كمال أعماله، عدد 14 لا مثل له في جلاله وبهاء جلاله. بيقول إيه في عدد 14؟ بيقول يسمع الشعوب فيرتعدون. يسمعوا إيه؟ حد عارف يسمع إيه؟ الشعوب اللي حوالين شعب الله يسمعوا، يسمعوا إزاي الرب أهلك فرعون لأجل شعبه، إزاي الرب شق البحر لأجل شعبه، إزاي الرب قاد شعبه في البرية. وعلى فكرة ده اللي وصل لرحاب، لو حد فاكر رحاب قالت للجاسوسين سمعنا، سمعنا كيف يبس الرب أمامكم بحر السوف، سمعنا فذابت قلوبنا. يعني الأخبار وصلت إلى أريحة قبل شعب الله ما يروح إلى أريحة. الناس تسمع، والناس لما تسمع تدرك عظمة الله فيرتعدون، يرتعدون. أروح بسرعة لآخر جزء الأعداد من 16 إلى 18 ألا شوف فيها مواعيد الله. شفنا خلاص الله أو شفنا نصرة الله وشفنا كمان أسلحة الله وشفنا عظمة الله. تعالوا نشوف مواعيد الله بيقول إيه. بيقول في الجزء الثاني من عدد 16 حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك المقدس الذي هيأته يداك يا رب. الرب يملك إلى الدهر والأبد. إيه مواعيد الله هنا؟ مواعيد الله إن الرب هياخدهم ويعمل إيه؟ ويغرسهم. تعرف يعني ياخدهم ويغرسهم؟ زي ما تروح كده تجيب شتلة من مشتل عشان تغرسها في الجنينة بتاعتك، وطالما غرستها خلاص اتحطت في المكان. يعني طالما خدتهم هيوصلهم. وده وعد، وفي أروع من ده وعد، إن احنا هنروح ونتغرس ونسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. خلينا أقولها روحيا وأنا بختم كلامي. مواعيد الله أن كل مقاصد الله الأزلية لنا مضمونة في شخص المسيح،
وبركات الله أبونا لنا مش متوقفة علينا، لكن باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، وكل الميراث المخزون لنا في السماء سنتمتع به إن آجلا أم عاجلا لأننا في المسيح، فنحن ورثة الله ووارثون مع المسيح. في إله زي كده؟ في عظمة زي كده؟ وهذه العظمة هي لحسابنا، وهذا الانتصار هو لحسابنا، والمسيح شفيع في السماء لحسابنا، ورئيس كهنة لحسابنا، وسنصل قريبا بناء على كفاءة المسيح. أرجو أن نحني رؤوسنا في الصلاة، كل واحد فينا يردد هذه الأقوال في قلبه: أعظمك يا رب، الرب رجل الحرب، الرب اسمه، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. لو خايف أو قلقان، لو مضطرب أو منزعج، ثق إن إلهك في المشهد، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا ثقة أيضا أنه سينجي. يا رب نشكرك لأنك طمأنتنا وتريد أن تبث السلام في قلوبنا، فادينا نعمة عنينا تشخص إليك في أحلك الظروف والمواقف، وننتظر خلاصك. لاسمك كل المجد، أمين. يخرج للحرب فيسحق الأعداء، من مثله؟ جبار، جبار في القتال. قبل ما يدخلوا الأريحة جيب نفسه وقال له: أنا رئيس وجند الرب، الآن أتيت. أنا عايز أقول لك النهاردة هو عالي، هو مرتفع، هو عظيم جدا جدا. تعال نقول له: الرب عالي فوق الجبال، ملك عظيم. كم واحد يقول له: أنت الملك العظيم النهاردة، اللابس الجلال. تعال نقول له النهاردة: وحدك قوي، وحدك عظيم، ليس مثلك في كل الأرض. تعال نقف نكرم الرب ونعليه ونقول له: أنت عالي فوق الكل. الرب عالي، الرب عالي، الرب عالي فوق الجبال، ملك عظيم، ملك عظيم، ملك عظيم لابس الجلال. شاور على الرب. الرب عالي، الرب عالي، الرب عالي فوق الجبال، ملك عظيم، ملك عظيم، ملك عظيم لابس الجلال. معا نعلي ربنا المسيح، نشد نغني ونرفع هذا إلهي أرفعه. معا نعلي ربنا المسيح، نشد نغني نرفع التسبيح. الرب عالي، الرب عالي، الرب عالي فوق الجبال، ملك عظيم، ملك عظيم، ملك عظيم لابس الجلال. من مثلك يا ربنا المجيد، فحقك دوما. شاور عليه: ليس مثل الله. من مثلك يا ربنا المجيد، فحقك دوما يعد. الرب عالي، الرب عالي، الرب عالي، الرب عالي فوق الجبال، ملك عظيم، ملك عظيم، ملك عظيم لابس الجلال. يخرج للحرب، يخرج للحرب ويسحق الأعداء، من مثله جبار في القتال. يخرج للحرب يسحق الأعداء، من مثله جبار في القتال. الرب عالي، الرب عالي،
عظيم ملك عظيم لابس هللويا هللويا مجدا للإله لكل شيء يهب الحياة هللويا هللويا مجدا للإله لكل شيء يهب الحياة علي وقوله معايا الرب عالي المجد الرب عالي الرب عالي فوق الجبال ملك عظيم ملك عظيم ملك عظيم لابس الجلال قلوب الملوك جدول مياه في يد الإله يجري ما قلوب الملوك قلوب الملوك جدول مياه في يد الإله قول معا مهما يقول فمهما يقول الرب القدير سريعا في وقته سوف يصير من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح من مشرقها من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح من قال فكان دون أمرك أي أمر صار دون علمك من قال فكان دون أمرك أنت العلي وأنت المهوب خالق المسكونة سيد الشعوب من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح يا إله من مشرقها من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح شاور علي وحدك وحدك قوي يا رب الجنود وحدك عظيم ملك وحدك وحدك قوي يا رب الجنود وحدك عظيم هنقول من غير موسيقى ملكك ملكك السماء وأيضا الأرض وكل الخليقة تعطيك السجود من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح قلوب الملوك قلوب الملوك جدول مياه في يد الإله فمهما يقول الرب القدير سريعا في وقته سوف يصير من مشرق الشمس